أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى الملفات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الملف السوري. عودة إلى مسار أستانا. من اسطنبول إلى موسكو يصل وزير خارجية إيران قبل يوم من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، قانون العقوبات الأمريكي على كل من يتعاون مع النظام السوري، ومن بينهم روسيا وإيران. في سوريا تتقاطع مصالحهما، واستمرار هذه المصالح رهن للتنسيق بينهما. ناقشنا مهام تهدئة الأوضاع على الأرض، ومهام إعادة الإعمار، ومهام إعادة اللاجئين والنازحين، وتأمين المساعدات الإنسانية للمحتاجين. تهدئة الأوضاع في إدلب تقرب مواقف الطرفين من موقف الشريك الثالث في مسار أستانا. مسار أستانا أخرج البلاد من وضع صعب للغاية، وهو العملية السياسية الوحيدة الفعالة حول سوريا، ونحن وتركيا وإيران ملتزمون بهذا المسار. يذكر أن المشاورات بخصوص تهدئة الأوضاع في إدلب خريف العام الماضي وربيع هذا العام بين روسيا وتركيا جرت دون إيران. في سياق إنعاش مسار أستانا وزيادة التنسيق مع روسيا، يريد ظريف الاطلاع على أوضاع التنسيق الروسي التركي ومعرفة إن كان هناك شيء قد فات إيران في هذا التنسيق الثنائي. استمرت المشاورات ساعة من الزمن، مدة تشي بتطابق مواقف البلدين وربما بغياب الخلاف بين الدول الضامنة الثلاث. تلتئم رويدا مصالح الدول الضامنة في مسار أستانا عشية دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، بيد أن الاختبار الحقيقي لصلابة هذه التفاهمات بعد قيصر لا قبله. محمد حسن، العربي، موسكو. يبقى معنا محمد حسن مراسلنا من العاصمة الروسية موسكو. أهلا بك محمد. إذا ما أردنا معرفة أبرز هذه المباحثات أو أبرز محاور هذه المباحثات، الخطوط العريضة تم إعلانها من قبل وزيري الخارجية الروسي والإيراني، لكن هل هناك بنود رئيسية تم الاتفاق عليها، خاصة وأن قانون قيصر سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة طبعا في سوريا؟ نعم، ربما هذه الاتفاقات المتعلقة بالتنسيق حول التصرفات على خلفية أو بداية العقوبات المفروضة من قبل قانون قيصر بقيت بين السطور ولم يعلن عنها، وبقيت خلف الأبواب المغلقة، ولكن أن الموضوع كان حول هذا الموضوع، يعني أن هذا الموضوع كان أحد الملفات التي بحثها الوزيران يعني يجمع على هذه النقطة الكثير من الخبراء والمتابعين لهذه المباحثات. زيارة وزير الخارجية الإيراني كانت اليوم حول ملفات عدة، منها ملف الاتفاق النووي الذي خرجت منه الولايات المتحدة. ندد الوزيران بخروج الولايات المتحدة وأكدوا على أهمية زيادة دور القانون الدولي والابتعاد عن القواعد التي تفرضها الولايات المتحدة بشكل أحادي. وفي نهاية هذه المباحثات تم التوقيع على بيان بهذا الخصوص. فيما يخص الملف السوري، هذا هو الملف الأبرز ربما بالنسبة لكل من روسيا وإيران. تطبيق أو دخول قانون قيصر حيز التنفيذ قد يهدد مصالحهما هناك. بالنسبة لروسيا كانت مهتمة حسب الكثير من المتابعين هنا بإقناع إيران بالتخفيف من دعمها للنظام السوري خاصة في إدلب، للتمكن من الاتفاق مع تركيا وإيران وروسيا في مواجهة قانون قيصر، لأن قانون قيصر قد يؤدي إلى عرقلة جهود أستانا، وقد يؤدي إلى الإطاحة بجميع هذه الجهود التي بذلتها كل من روسيا وإيران، وبالنتيجة تبقى يعني تذهب كل جهودها مهب الريح. محمد حسن مراسلنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من موسكو. قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أن قانون قيصر سيستهدف الأطراف السيئين الذين يواصلون دعم جرائم نظام الأسد الوحشية، فيما هم يواصلون جمع الثروات لهم ولعائلاتهم على حد تعبيرها.
وأضافت كرافت أن إدارة ترامب ستبدأ تطبيق إجراءات إضافية غدا الأربعاء تهدف إلى تجنب تحقيق نظام الأسد نصرا عسكريا. من جانبه أعرب المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون عن تخوفه الشديد من تبعات الانهيار الاقتصادي في سوريا ومن عودة الاشتباكات إلى الشمال السوري، مؤكدا ضرورة نجاح الجهود التركية الروسية لإبقاء الهدوء في منطقة إدلب. معنا من نيويورك مباشرة مراسلنا نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل. إذن الملف السوري كان حاضرا أيضا في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، ما هي النقاط التي تم التطرق إليها بشكل مباشر خلال كلمة مندوبي الدول الكبرى في مجلس الأمن؟ نعم بالفعل، هذه الجلسة التي حصلت على الأقل عبر الموقع الأمم المتحدة، نحن هنا أمام مقر الأمم المتحدة، النقطة الأساسية التي تناولها الجميع هي الانهيار الاقتصادي وآثار هذا الانهيار الاقتصادي على الوضع الإنساني. الاختلاف كان في تحميل المسؤولية وراء هذا الانهيار، إذ أن الولايات المتحدة حملت النظام وداعميه مسؤولية إيصال سوريا إلى هذا الوضع جراء ما قالت رفضهم للمضي في العملية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن 2254 وتحت رعاية الأمم المتحدة. وتحدثت كيلي كرافت بوضوح شديد وبما يشبه التهديد بأن أمام النظام السوري خيار وحيد، وهو العودة إلى العملية السياسية ضمن شروط قرار مجلس الأمن. في المقابل كان يعني ملاحظا أن روسيا حاولت تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الانهيار الإنساني في سوريا، واعتبر المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا أن العقوبات الأمريكية تساهم في تعميق هو في الوضع الإنساني في سوريا وتعرقل وصول المساعدات إلى كل السوريين. كان هناك دعوة صريحة من المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون بضرورة جلوس الأطراف الدوليين ذوي النفوذ للتوصل إلى حل سياسي، والمقصود هنا الدول الكبرى، مشيرا إلى خطورة الوضع الاقتصادي بشكل خاص. نعم، شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مراسلنا، كنت معنا مباشرة من نيويورك. ويدخل قانون قيصر الذي يتضمن عقوبات أمريكية جديدة على النظام السوري حيز التنفيذ غدا الأربعاء، وتؤكد الإدارة الأمريكية عزمها تطبيق القانون بصرامة لتسديد ضربة إضافية قاسية إلى الاقتصاد السوري، ولتقول إن إعادة إعمار سوريا يجب أن تكون برضا الولايات المتحدة. المزيد حول القانون مع أبان الحكيم. قانون قيصر أو سيزر قانون أمريكي نافذ غير قابل للطعن، يفرض عقوبات على النظام السوري وعلى داعميه من جهات وأشخاص للاشتباه في ضلوعهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان الكونغرس الأمريكي صادق بشقيه النواب والشيوخ على القانون في 11 من ديسمبر العام الماضي بعد 3 سنوات من شد وجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين. سمي بقانون قيصر نسبة إلى اسم الشرطي المنشق الذي قيل إنه عمل لدى الشرطة العسكرية السورية بين عامي 2011 و2014، والذي قام بتهريب 55,000 صورة توثق أعمال التعذيب في السجون والمعتقلات السورية لتصل إلى الكونغرس والأمم المتحدة عام 2014. القانون ينص بفرض عقوبات على داعمي النظام السوري من مسؤولين إيرانيين وروس، بالإضافة إلى أفراد وشركات. كما يستهدف القانون عددا من الصناعات السورية المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة وإبرام عقود تتعلق بإعادة الإعمار. بذلك يهدف القانون إلى خنق سوريا اقتصاديا وإلحاق الضرر كذلك الضرر الاقتصادي بداعميها. ويمنح القانون وزير الخارجية الأمريكي صلاحية دعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد مرتكبي جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 لملاحقتهم قضائيا.
كذلك يحق للرئيس الأمريكي رفع هذه العقوبات في حال ثبت تعاون النظام السوري ووافق على وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني، كما يمكن رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.